المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. قال مفسر الحديث: فإن استطعتم ألا تغلبوا، فيه إشارة إلى قطع أسباب الغلبة المنافية للاستطاعة كالنوم والشغل ومقاومة ذلك بالاستعداد له. هذا الكلام قاله ابن حجر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني صلاة الصبح وصلاة العصر. وقال ابن بطال وهو من شراح البخاري المشهورين قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة، أي في الجماعة، وخص هذين الوقتين الفجر والعصر لاجتماع الملائكة فيهما ورفع أعمال العباد فيهما لئلا يفوتهم هذا الفضل العظيم. الملائكة تجتمع في هذين الوقتين وأعمال العباد ترفع في هذين الوقتين، فكما ثبت عند البخاري وغيره من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يصلون يعني صلاة الفجر، وأتيناهم وهم يصلون يعني صلاة العصر. فالملائكة تجتمع في هذين الوقتين، فالمؤمن الفطن لا يفوت هذه الفرصة، يأتي لهذا الاجتماع المبارك حتى تشهد له الملائكة وحتى تدعو له. لأن في بعض الروايات أن الملائكة لما يسألهم ربهم عز وجل كيف تركتم عبادي فيقولون: تركناهم وهم